كابتن محمد فاروق، معاه في هذه اللحظات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام، بقول لك مبروك المكسب، ابتعاد في الصداره بخمس نقاط باربع نقاط فارق عن الفريق الاسماعيلي، ويتبقى للاهلي مباراه مؤجله، لكن هذا المكسب وهذا الاداء وهذا الشكل الاهلي، كيف تقيمه للاهلي في هذه المرحله؟ طبعا تحياتي لمحمد فاروق والساده الضيوف، مش عارف مين اللي هناك. طب خلاص، تحياتي للساده الضيوف، اكيد موجود معاه ربيع ولا حاجه وشريف. طيب ممكن، اكيد فوز مهم الحمد لله طبعا، وثلاث نقاط مهمين جدا. ويمكن انا بقول اما المباراه طبعا بتكسب فيها ثلاث نقاط، ده الاهم، لكن مباراه النهارده بحيي اللعيبه على مجهودها، وسيناريو المباراه يمكن خرجنا الشوط الاولاني متاخرين 1-0، فتطلب طبعا برضو مجهود بدني في الشوط الثاني كبير جدا للعوده للمباراه والفوز. فبحيي اللعيبه، وشفنا طبعا الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاولاني، ويمكن احنا يعني توقعنا تشكيل المقصه بنسبه 100% نتيجه التغييرات اللي حصلت والانتقالات اللي حصلت لفرقه المقاصه. وتوقعت كان محاضره الامس يعني اللاعبين ان هيبقى في تغيير حتى في مركز ايريك، ان هو يبقى موجود ناحيه الشمال وعاشور موجود تحتيه. كل الكلام ده توقعناه، وعوده شبيطه في نص الملعب مع ايريك، فكنا متخيلين الكلام ده. لكن طبعا يمكن ضربه الجزاء اللي جت والهدف اللي جاء كان لصالح المقاصه، وكان في اسلوب مختلف شويه ليه. والنهارده كانوا يمكن بيحاولوا الاختراق من العمق او على الاجناب، بس الاجناب كانت مختلفه. كان الجانب بتاع ايريك اللي كان بينضم ليه جون على طول، وتعمل الكوره الطويله او عن طريق استخدام فوافي في الناحيه اليمين. اعتقد برضو كان في بعض الاوقات كان في يعني شكل مميز ليهم، لكن احنا طبعا كان في بعض الفرص البسيطه، وبالذات فرصه ميدو اللي كانت واضحه جدا. لكن وارد، وفي نفس الوقت بقول لازم احيي اللعيبه، لان الشوط الثاني مختلف خالص في الاداء، وضغطنا فرقه المقاصه بشكل كبير جدا. شوفنا كان في فرص كتير جدا، وادائنا كان مميز الشوط الثاني، والحمد لله على الفوز والثلاث نقاط. اصابه احمد فتحي ومدى امكانيه لحق مباراه الرجاء، لان عندك مباريات مهمه خلال الايام القادمه، وامكانيه استعاده محمد نجيب ايضا خلال المباراه القادمه. ان شاء الله يعني فتحي باذن الله يعني الاصابه مش هتبقى كبيره، لان احنا كنا لسه بنشوفها مع الدكتور دلوقتي، وتاكدنا ان هي لغايه دلوقتي طبعا احنا هو الكرامب بس كان شديد شويه، وفي نفس الوقت هيتضح بكره بشكل نهائي. لكن الحمد لله يعني في البدايه زي ما احنا عارفين، في هاني زي ما شفنا النهارده، وفي باسم. نجيب ان شاء الله المفروض ينضم معانا ان شاء الله خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. هذا المكسب على المقصه في التوقيت الحالي ومباراه الرجاء يا كابتن حسام، وتوالي المباريات مع ضغط الايام القادمه، متفائل للمرحله القادمه ان ممكن ان شاء الله المسابقه تنتهي مبكرا لتفكيرك في المشوار الافريقي في الفتره القادمه؟ المسابقه لسه طويله يعني، مبكرا دي لا، مش عاوز اقول كلمه مبكرا دي، احنا لازم نفكر في كل مباراه على حده زي ما احنا ماشيين كده. المباريات كلها مهمه، كل مباراه على حده. خلصنا النهارده مباراه المقاصه، وكان الفوز فيها مهم جدا. ودايما انا بقول ان الثوابت موجوده في كل مباراه، لكن في الظروف المحيطه بيها بتبقى مهمه جدا للمرحله والظروف المحيطه. المقاصه النهارده مباراه مهمه، احنا يعني خسرنا ثلاث نقاط في الدور الاولاني قدامهم، ثلاث نقاط مهمين عندهم. طبعا انتقالات وتغييرات كثيره جدا لصالحهم النهارده، فكان هيحصل طبعا برضو دفع عليهم شويه. لكن مع ذلك طبعا انا بحيي اللعيبه النهارده على ادائها وادائنا اللي انا راضي عنه بشكل كبير جدا، بالذات في الشوط الثاني الحمد لله. سؤال اخير كابتن حسام، هل لك تعليق على هدف ازارو اللي تم الغائه وركله الجزاء اللي اعتصمت على الاهلي؟ لا، ما اقدرش اقول، في الملعب صعب جدا ان انا اقرر كده، لكن التحكيم والقرارات دي طبعا انتم بتحللوها وبتقولوا رايكم يعني. شكرا كابتن حسام. اذا ده كان لقاءنا مع كابتن حسام.